صباح الخير عليكم اخوتي اخواتي، احنا اليوم راه غاديين لاربعة الكفاف ان شاء الله، باش نهزو الموطور ندير لكم مقدمة من تما، ما نطولش عليكم طريق سلامة. السلام عليكم الاخوان، حنا راه في الدخلة ديال الرحمة ديال لاربعة الكفاف، تحياتي لكم تحية للجميع. مجموعة رائعة اليوم عاوتاني ضربنا الطريق على قبلكم، واحد 220 كيلومتر تقريبا بحال هكا. الله يسر الجميع، صور دابا غادي راه شوف الصخور الفرقع ديال الصخور، والله حتى ما كيتمنش الصور، تقبلوا على التصوير ما نطولش عليكم الفيديو غير من هنا. خوتي خواتاتي عاونوا خوكم بلي لايك، ما تنساونيش من جيم، الله يحفظكم. لي كومونتير كنجاوب عليهم كاملين في هذه العواشر، تبارك الله عليكم. خوت جيم وشكرا لاي واحد كيدير جيم كيتفاعل مع المقطع ديالي. غدا نوصل لسوق جديد، فرقعوا لي الفيديو والله يسخر الجميع، وانا نضرب الطريق على قبلكم. تبارك الله عليكم، ساعه سعيده. اخوان هذا خير 93، هانتوما كتشوفوا تبارك الله 93، 4650 درهم جملة، الله يسخر الأمور. إخوان هاد الخير هذا 57، الله يبارك. ها تشوفوا شنو راك الصحاب، احنا مشينا الله يسهل عليك على خير وبخير. هاك 62 عندك جر هذاك جر مع صاحبي، قلنا 53 ولا ما يسلكناش بالحاج، والله ما يسلك 54 والله ما كاين نسلك. اخوان خيرات مولانا تبارك الله، خير موجود خير موجود. السلام عليكم، كيداير اخويا بخير؟ هاني في امان الله، الله يحفظك. خير تبارك الله، الخير موجود. بالنسبه للاثمنه عندكم هنايا الثمن كاين وخير موجود، الخير موجود والثمن كاين. فين ما مشيتي هذا العام في المغرب، وهذاك العام هذه واحد 3 سنين و 4 سنين، وهذاك العام شويه، هذا العام زيد شويه، هذاك العام هذا العام زيد شويه، ذاك العام مرحبا خويا تحياتي، الله يحفظك تبارك الله عليك، ساعه سعيده الله يحفظك. حالة الخير تبارك الله، اللي حداك شحال تقريبا؟ 82 قناة العصر. قناة العصر، قناة العصر، اييه مرحبا. هذا 82 4100 درهم، هذا اللي حداه هذا 86 هما 8، هذا 86 هما 8، حالة التقدم 86 4300 درهم. كيف كتشوف راه كنحاولوا نقرب لكم الأثمنة ديال الفرادي. هذا قال لك مولاي شاري ب 92، هذا راه مشري ب 92، 4600 درهم. كيف كتشوف حنا راه لا ربعة الكفاف، الله يبارك ما شاء الله خيرات مولانا. انت تشوفوا تبارك الله تقاطع قداش، جي للبروج، جي للبروج ان شاء الله، نجي عندكم للبروج، علاش ما نجيوش؟ مرحبا، انتم كتشوفوا تبارك الله هذاك اللي في الطرف الهيل. هذا قال لك شاري مولاه 114، 114 5500 درهم، 114 ألف تبارك الله. كاين ما يدار، كاين ما يدار. تعالوا محمد، هذا ورا من جيت كنشدو تاهو. هانتوما كتشوفوا تبارك، قربنا من الاثمنه عاوتاني، كانت شي حاجه. هانتوما كتشوفوا تبارك الله دخل 107، هذا 107 ب6، هذو هنا 107 5350 درهم. هنا في هذا السوق تقريبا اللي بغى يعيط تقريبا من ناس حتى له 60، من 60 ما كاينش قل، هو القانون نقولوا اللي كاين هذا العام 60 مزيان، 60 حوالي مزيان، صافي 60 مزيان. 2500 دابا ما كايناش، ولي الساعه اخرى غادي تكون، غتكون 50 من ياك، غتكون 50 من الناس ما كتدخلش درك، هذاك الشيء اللي كاين. دابا بنادم باقا شاد الكسيبه، باقا شاد الكسيبه. تبارك الله راه كاين ما يدار عند هذا الاخ، الله يسر الامور. تبارك الله عليك، نشكرك على الفيديو، الله يحفظك. اخوان ضربنا دابا شي نص الطريق في الرجوع ديالنا، كيف عارفين بغيت نقول لكم ديروا عجب لخوكم، تحياتي لكم من ورايا الطبيعه رابعه حديد، وحنا غادي نطرق السلام للجميع. الاشتراك في الفيديو ما طولش عليكم، كملوا الفيديو ديروا لنا جيم اللي باقي ما دايروش، تحياتي لكم، كنشكركم على الدعم ديالكم، التعاليق راه كنجاوب عليهم كاملين، طاب ليكم وتبعوا الفيديو حتى الاخر. سمعتي هذا الحولي؟ اي انا حنا نصوروا الحولي، ها 40000 مشري صغير، هذا مشري ب 40000 صغير. اش من شهر تشري؟ اش من شهر يكون مشري دابا؟ مشري من العام فايت 40000، هو مولا امك ب 20000، مولا راه طالب فيهم 3000 درهم جمله، 3500 درهم في الرادي، مولا الجلاب ديال ما عندها صحيحه صحيحه كالوه كاع. الله يسر لي الامور، الله يحفظك انت تبارك الله. هذه كتيبه على حسابك؟ واه. قول لي لهنا شحال الثمن؟ عطاونا 33500، عطاكم 33500، معطيه 1750 درهم، اللي معطيه هنايا 1650 درهم، هنايا 1650 درهم. فرادي شحال اللي يفرد من عندكم؟ الله يفرد فرد شحال الثمن؟ قريب بهذاك الحساب نيت 33، 1650 درهم هنايا الفرادي والجمله هنايا نفس الثمن. الله يبارك، الله يبارك، سوبي اش السلعه نقيه تبارك الله بين الوجهه. اش داير بعدا؟ قناه العصر في اليوتيوب، قناه العصر.
اخوان هنا 63 3200 درهم. ثمن جملة هذا ثمن جملة جملة الفرادي الفرتين انا جملة هنايا الاخوان الله يبارك مرحبا الله يحفظك خويا تبارك الله عليك. السلام عليكم كيف داير الاجواء عندكم اليوم في هذا السوق تبارك الله؟ الحمد لله الخير موجود الخير موجود تبارك الله فيما مشيتي في المغرب الحمد لله نشوفوا هاد الخيرات اه الثمن كاين راه المغاربه عارفين هادشي عارفين ان الثمن راه كاين شوفوا الخير تبارك الله اللي عندك هانتوما كتشوفوا تبارك الله سلعه بدريه هي سلعه بدريه سنا الحليب المرقد المرقد هنا على حساب شنو قلتي؟ على حساب المرقد ديال بني خير اييه هذه السلعه ديال الدرويش هذاك الشيء اللي كاين واخا راه الدرويش هذا العام وفي الثمن تا هو هنا دابا تبارك الله شحال هذا خير؟ جمله 53 هنايا 2650 درهم ولا فرتيها؟ شحال تقريبا شي 50 درهم الله كتزيد شحال؟ 200 درهم في الحولي بحال تولي 57 نقول بحالك غاتولي 57000 ريال 2750 درهم باش تولي تكسيبها تبارك الله وتجي تحط النمرة مرحبا هيا قول النمرة 06 04 04 79 48 12 هذا هو الرقم ديال الأخ رشيد مرحبا عندنا الفيرما في النواحي ديال القاره النواحي ديال القاره اي دابا اللي بغى يجي عندك القاره مرحبا شي هوت كام عندكم الغليظه الرقيقه المتوسطه ملكي ملكي عندكم ديال الدرويش عندكم اللي جاي عيد من عندك ان شاء الله المهم اللي بغى شي حاجه يتواصل مع الاخر راه حريفي هذا ماشي شناق نقولوا بحال هكا راه كساب الله يسلك امور هذه السلعه ديال الدار هذه الله يحفظك الله يسلك امور ها انتم راه مرشومه مموله الله يسر الامور الله يسر الامور هذا راه جمله 53 والفرادي تقريبا 57 بحال هكاك في البيع ديالها على حسابه على حساب داك الشيء اللي كاين الله يسر الامور الرقم راه في الفيديو اللي بغى يتواصل معاه راه يجي عند الكاره الله يسخر الامور تبارك الله عليك هاد السلعه على حسابك لا لا ماشي على حسابك الله يحفظك مرحبا تبارك الله عليك هذه مشريه شارينا مشريه ما عرفتش شحال دازت ما نكذب على كله وشحال شاري هذاك الشيء اللي كاين هذه راه مشريه هذاك الشيء اللي كاين الله يسر لك الامور تبارك الله عليك الله يحفظك الله يجيب لك شي سيرت انت الله يسر الامور قناة العصر ديال الاسواق السلام عليكم خويا كي داير الاجواء عندكم في السوق؟ اجواء مزيانه الله يبارك خير موجود تبارك الله السلعه موجوده ما كاينش منين تدوز تبارك الله منين المرقد بني خيران الله يبارك شحال الثمن هنايا؟ 80 طالب 4000 درهم الله تبارك الله غنم غليظه قول فرادي كله على حسب بحال هذا نقولوا هذا مثلا 6000 ريال 6000 5000 ريال على الجمله داك الشيء اللي كاين انا راه غتزيد واحد 6000 ريال بحال قلتي 4300 4250 فرادي هنايا ها السلعه راه موجوده السلعه موجوده تبارك الله ان شاء الله كل شيء عيد وكل واحد الفطر ديالو داك الشيء اللي كاين 50 كل يمشي على رزقه هنا ابتداء من 2500 درهم في السوق تقريبا الله يسر الامور الله يسر الامور تبارك الله ما شاء الله الله يسخر الله يجيب تيسير السلام عليكم اخي كي داير بخير هاني امان الله منين هاد الخير من السماع الله يبارك انا نقربكم بالاجواء الله يبارك انا كنشوف راس العبدريه سنا الحليب هنا راه تقريبا السوق ابتداء 1500 درهم خروج الثمن هنايا البيع ديالهم 70 البيع ديالهم هنا 3500 درهم في الرادي فرادي ما عطاناش نبيعو جمله المهم فرادي راه كتزيدو تما بحال 250 درهم 200 درهم حنا الجمله كسابه الدراري راه كسابه هنايا كيبيعوا الجمله اغلبيتهم راك سمعتوا الاثمنه تبارك الله ما شاء الله الله يسر لك الامور خويا تبارك الله عليك الله يجيبك التيسير احتراماتي السلام عليكم الشباب كي دايرين بخير هاني منين هاد الخير مني خلف الله يبارك غنشوفو معاكم تبارك الله ما شاء الله خيرات مولانا في هذا السوق لا ربعت لك فواف الله يبارك عندنا واحد اخر يبقى الثمن هنايا 80 4000 درهم من الفرادي 90 80 على حساب بين 4500 درهم و 4000 درهم هنا تقريبا الفرادي انت ما كتشوفوا تبارك الله الطنقه باش تصور ما يكتبوش ما داروش باقا ما داروش عليكم على الطنقه تبان معنا نبينو نبينو كسيبه مرحبا راه الاخ قال لكم باقا ما داروش الطنقه باقا ما وصلوهمش تما فينا منطقه
كاع النواحي ديال الاقليم خريبقه. الاقليم خريبقه باقا ما داروش لهم طانقه، باقا ما كاينش طرقين. كيدوروا. المهم بالنسبه لهذا الميساج اللي شاف هذا الميساج يوصلوا للناس المسؤولين والله يسر الامور. جيبوهم ليهم خاصهم يدوروهم. هما اللي خاصهم يدوروا عليكم، متفق معك. المهم ما كاينش خرفان هنا باقا. مش عارفوا لي احصاء شحال. ما رقميش نسبه بالنسبه للاحصاء القاطيع. الله هذا الخير شحال هذا الخير؟ هذا 80 هنا 4000 درهم. ما كتشوف خيرات مولانا الله يبارك السيبه ديال هذا الاخ المرقد بني خلف. بني خلف الله يبارك الله يبارك. شمال الفرادي هنا الحاج شمال الفرادي. الفرادي 85 هنا تقريبا 4250 درهم. الله يسر الامور. المهم راه هنا في هاد النواحي ديال الخريبقه باقا ما كاينش طرقين. ما كاينش طرقين تامده ما كاينه. اللي شاف هاد الميساج وصل الناس المسؤولين. عبدون بني خلف. ولاد عبدون بني خلف ولاد عزوز. ولاد ابراهيم. اي ولاد ابراهيم وبني خيران. الله يبارك. هاد المناطق راه باقا ما ترقموش. الله يسر الامور تبارك الله عليكم. تبارك الله كتشوفوا هذا خير. السلام عليكم. كيداير الاجواء في هذا السوق؟ الله يحفظك. منين المرقد؟ بني خيران. الله يبارك الله يبارك. انا ما حمرت الراس. سلعه بدريه سلعه الحليبيات. الثمن؟ 60 طبعا. جمله؟ 3000 درهم. هنا جمله الفرادي؟ ما تبيعوش الساعه الفرادي ما تبيع الحل جا واحد على واحد. تبيعوا لي ب 70 هنا 3500 درهم في الرادي. هانتوما كتشوفوا الله يبارك تبارك الله ما شاء الله. السلعه ديالكم ديال الكسيبه ديال الدار. الله يحفظك. مرحبا مرحبا. الله يسر الامور. ديال الحاج. ديال الحاج الله يخلي لي وليداته تا هو. هانتوما كتشوفوا تبارك الله 3500 درهم جمله هنايا. الله يسر الامور. اخوان هنا 97 97 97 فري اللي قال الاخ. هادشي اللي قال 4000 قرب عندنا سير عندنا. مرحبا تبان معنا الحاج. مرحبا السلام عليكم. مرحبا تلاح في اليوتيوب. الله يحفظك الله يسر لكم امور. منين المرقد عندكم؟ منين المرقد؟ المرقد خريبقه. خريبقه الله يبارك. انتم كتشوفوا تبارك الله بالخيرات. الثمن هنايا شوفوا هنايا هذه حمره الراس. الله يبارك. منين المرقد ديالك؟ من خريبقه. خريبقه الله يبارك. الثمن ديالك؟ الثمن ديالك 63. 63 جمله. جمله. ها هي راه جمله هذو 3150 درهم. ولا فرتيهم الحاج تقريبا؟ لا فرت 85 85. اخوان عشاق المليح. الله تبارك الله. السلام عليكم. الشباب بخير هانين في امان الله. كيدير الاجواء في السوق اليوم؟ كاين ما يدار؟ كاين. الله يحفظك. شحال الثمن؟ 104 5200 درهم. الاخر اللي حداه نفس الثمن هنا 5200 درهم. اش دايرين السنان؟ ثني هذا يلا جيب ثنية. هذا راه يلا جيب ثنية تبارك الله. خوال ملاح تبارك الله. هذا راه فلان بعث الكفاف اللي ما كيعرفش هذا السوق. انا محسوب على خريبقة واخا راه فايت خريبقة واحد شوية ولكن محسوب على خريبقة. الله يبارك الله يبارك. هذه السيبة ديالكم؟ كسيبتكم. الله يسخر الامور. انتوما من هنا من المنطقه من هنايا؟ الله يسخر الله يجيب تيسير تبارك الله عليكم الله يحفظكم. اخوان هنايا راه 73 راه كتشوفوا تبارك الله حمره الراس 3650 درهم هنايا. الله يبارك. منين المرقد؟ منين المرقد؟ موز الله يبارك الله يبارك. 73 هنا انتم كتشوفوا تبارك الله. الله يسر الامور تبارك الله. خير موجود. الله يسر الجميع تبارك الله. ما شاء الله راه ما كاين حتى منين تدوز غتحملوا على التصوير الاخوان. الله يسر الامور خويا تبارك الله عليك. الله يسهل عليك اخوان. السلام عليكم. حنا راه في الاربعاء الكفاف الله يبارك. واحد الكسيبه تبارك الله راه سوق مطرطق صراحه. راه ما كاين حتى منين تدوز غتقبلوا على التصوير. راه الدنيا مزيره تبارك الله داخل حولي. شحال هاد الخيرات؟ شحال هاد الخير؟ ها؟ باقي ما عطاتش حاجه البيع ديالك انتيا؟ شحال؟ باقا ما معطيا والو. ولا الاخ ما بغاش يقول الثمن. انا نشوف معاه تبارك الله. الله يحفظك. بقي الخير تبارك الله. راه الدنيا عامره ما كاينش شي يتصور. اخويا ها؟ ها قلت له بيه هنا ما شاء الله. قول البيع ديالك. انت شحال طالب فيها؟ واش طالب باقي ما طالبش. قول شي ثمن. ها ايوا صاحبي هادشي اللي كاين.
اخوان انا راه 76 الله يبارك 76 3600 درهم هذا ثمن الفرادي ثمن الفرادي جا الفرادي ولا فردتي شحال بحال هذا الفطر البيع ديالو هذا هلا اش نسول 76 هنا جبنا 3800 درهم هانتوما كتشوفوا راه السلعه صنع الحليب السلام عليكم الاخوان الله يبارك احنا راه في الاربعه الاولاد مرحبا تحياتي من المرقد بني خيران تبارك الله انا نوركم على السلعه بدريه تبارك الله هانتوما كتشوفوا معنا شحال الثمن هنا ثمن البيع ثمن البيع 65 65 جمله ولا الفرادي فرادي فرادي 70 هنا 3500 درهم فرادي هانتوما كتشوفوا راه كاين الضيق راه كاين الزهام الله يسخر الامور كلها سلعه بدريه ياك كلها سلعه بدريه الله يبارك انا رجع شويه الله واش باين لكم قصيده الله يبارك الله يسر الامور تبارك الله عليك الله يحفظك تبارك الله عليك الله يسر لك امورك انت مرحبا الله يسخر الله يجيب تيسير 50 اخوان انا راه 53 الله يبارك 53 2650 درهم هنا من المرقد من السماعله الله يبارك الله يبارك ما شاء الله تما كتسمعوا الاثمنه في هذا السوق راه اغلبيه كيبيعوا الجمله هنايا 53 ثمن البيع هنايا الله يبارك راه سوق كبير تبارك الله